اي ام ان هي تبدا تودي اطفالها ان هم يروحوا لدكتور الاسنان او دكتور التقويم طبعا بدءا من سن السبع سنين، في حدود السبع سنين، بحيث ان الدكتور يبدا يتابع هل قدام هنبدا نتدخل نعمل تقويم قريب ولا لسه هنسيبه شويه. بيبقى بيحتاج دوريا نبدا نزور دكتور التقويم بحيث نبدا نتابع الدنيا ماشيه ازاي، والسنان بتطلع في مكانها الطبيعي ولا لا، وهل السنان بتطلع في وقتها الطبيعي ولا لا. كل الحاجات دي غايه في الاهميه نكون عارفينها من الاول بحيث نتفادى ان يحصل اي مشاكل كبيره بعدين. طب خلينا برضو نقول كده للي ما يعرفش التقويم بيعمل ايه، وظيفه التقويم ايه للاسنان؟ اوكي، هي وظيفه التقويم ان احنا بنصلح شكل او شكل الاسنان طبعا او الرصه بتاعت السنان بحيث نخليها بدل ما هي مثلا في ناس بيبقى عندهم في مسافات ما بين اسنانهم، في ناس بيبقى عندهم في بنسمي كراودنج او تزاحم في الاسنان، الحاجات دي كلها بنقدر نحلها. الضب برضو احد الحاجات، في ناس عندها حاجه اسمها كروس بايت، يعني العضه مختلفه عن الطبيعي معكوسه بالعكس، بدل ما السنان اللي هي بارزة الفوق بدل ما هي تبقى مغطيه لتحت لا عندهم العكس، عندهم الفك اللي تحتاني يبقى هو اللي بارز اكتر. بتختلف من واحد للتاني ايه هي المشكله بالظبط وطرق علاجها. لكن في كل الاحوال احنا عندنا بيبقى طريقتين، يا اما بنتدخل فقط في الاسنان او بنتدخل في الفكين نفسهم. تدخل الفكين سيان بيبقى عن طريق حاجات بتتلبس على الفك نفسه، تبقى ماسكه في الفك وفي سن صغير، او بعدين بتبقى بشكل جراحي بس دي بنتفاداها على قدر الامكان. طيب نقول نتيجه التقويم بتبان بعد قد ايه؟ يعني عشان برضو اللي عنده مشكله يعرف هتتصلح ازاي، هتتصلح بالتقويم، وكمان النتيجه هتبان بعد قد ايه، وقد ايه بقى النتيجه بتفرق مع يعني اي حد عنده مشكله في اسنانه. اوكي، هو السؤال ده طبعا يعني بيتسال كتير جدا. يعني بيبتدي حتى لما نيجي نبدا لحد تقويم شفاف او تقويم عادي، المريضه تسالني دكتور انا حابب اشوف النتيجه امتى؟ لسه بادئين. فبتختلف من واحد للتاني، والاجابه دايما ما هياش واحده، لان واحد للتاني بتختلف على حسب صعوبة الحالة وعلى حسب طبيعة اللخبطة نفسها بتاعت الحالة، سواء واحد عنده مسافات، سواء حد عنده محتاج نوسع شوية في الفك، سيان ايه بالظبط المشكلة. في ناس بتبان من اول شهر، في ناس بتقعد كذا شهر عقبال ما تبدأ تشوف نتيجة. طب حضرتك قلت بنبتدي ممكن التقويم من سبع سنين، هل ممكن التقويم نبتدي في اي سن؟ التقويم هو ممكن نبدا ساعات بنبداه من اول سبع سنين، لكن بالنسبه للتقويم يفضل يعني هو مش يفضل قد ما هي، يعني في ناس بنقول لهم لا يفضل تبدا عند تسع سنين، وفي ناس كمان نقول لهم لا بعد مثلا 12 13 سنه. فبتختلف زي ما قلت في الاول، هي بتختلف على حسب بنيه الاسنان وصلت لايه بالظبط، على حسب اللي هي السنان طالعه شكلها عامل ازاي. عشان كده بنبدا نتابع اهم حاجه من اول السبع سنين، نبدا نشوف الدنيا يبقى شكلها عامل ازاي قدام. يعني ممكن يجي لك حد عنده 40 سنه يقول لك انا عايز اعمل تقويم، ينفع؟ مظبوط مظبوط ينفع، بس طبعا اهم حاجه ان احنا لازم بنشوف حاجات مهمه اللي هي صحه الشخص نفسه اللي عايز يعمل تقويم، وصحه الفكين واللثه وطبيعه المشكله نفسها ايه هي. دي كلها عوامل تخلينا نقدر نحدد هنقدر نعمل له انهي سبل العلاج، سواء تقويم معدن سواء تقويم شفاف، وفي نفس الوقت برضو هل هينفع اصلا ولا لا. معانا صور كمان يا دكتور دلوقتي على الهوا نقدر نشوفها ونعلق عليها، وكمان حضرتك تشرح لنا عليها اكتر. اكيد، دي صوره جميله جدا الصراحه بحبها، لان هي موضحه لنا جدا ان في القديم اللي هو البريسز، ايوه، والجديد ده اللي على اليمين دي مش حد مش لابس حاجه، لا ده لابس تقويم شفاف. بجد والله يا دكتور؟ مظبوط، ده لابس تقويم شفاف. ده بعد بقى لا يعني ده كده لابس تقويم شفاف. يعني يمكن هي الصوره موضحه قد ايه هو طبيعي كبير.